تعرفي شريف الليسي منين؟ معرفوش. امال ليه حاولت تقتليه؟ ما حصلش. في شاهد شافك وانت بتحاولي تهربي بعربيتك من الشارع وشريف واقع غرقان في دمه. سكتي ليه؟ اللي حصل ان انا عربيتي عطلت وركنت، وشريف ده نزل عشان يساعدني ووقتها حاول ان هو يتحرج بيا. يعني ايه يتحرج بيك؟ يعتدي عليا، يغتصبني يعني. حد شافه وهو بيحاول يغتصبك؟ ما هو اكيد لو كان في حد في الشارع في الوقت ده ما كانش هيفكر يعمل حركه زي دي. وبعدين؟ بس يعني حاولت ادافع عن نفسي وزقيته، وقع على الارض، وفي اللحظه دي انا جريت. جبتي منين القوه اللي زقيتيه بيها؟ ما اكيد يا فندم مش هسيب له نفسي عشان يغتصبني. وبعدين هو كان شكله مش مظبوط، يعني كان شكله ضارب حاجه او شارب حاجه، ما اعرفش.